سراج، شلون تشوف البيئة العراقية بتحقيق النجاح؟ شنو الأشياء اللي بالإمكان إنه واحد يوفرها بالبيئة العراقية حتى يوصل للمستوى النجاح والإنجاز يعني المبهر؟ يعني ضروري أن يكون هناك التفاتة من الجانب الحكومي لهؤلاء الشريحة، وأن تكون هناك منتديات تثقيفية. يعني اليوم أنا كنت حاضر في إحدى مؤتمرات لذوي الاحتياجات الخاصة اللي أسسها السيد معالي مجلس الوزراء المحترم، أن تكون هناك خطة عمل للنهوض بهذه الواقع، وأتمنى أن تكون جدية بهذا العمل حتى هذه الشريحة المهمشة اللي موجودة اليوم بالمجتمع، ومع الأسف كلها طاقات وشهايد أفضل من هواي ناس مع احتراماتي للأسوياء اللي جالسين في الكافيهات وما يقدمون شيء للمجتمع، وهم عالة على المجتمع وعوائلهم. اليوم ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن تكون هناك رعاية أبوية، أن تكون هناك دعم، أن تكون هناك مؤسسات، أن تكون بنى تحتية موجودة في جميع دوائر الدولة. أنا يعني من خلال هذا اللقاء يعني لاحظت الشغلة في مؤسستكم وبالقناة، عند دخولي لباب القناة كانت هناك مدرج خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا الشيء نفتقره في جميع دوائر الدولة، ما حد يفكر بهذا الأمر. أتمنى يعني أن الكل تسمع صوتي، وأن تكون هناك من جميع دوائر الدولة والمؤسسات والبنى التحتية في جميع الموجودة أن تكون مدرج خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن تكون التفاتة لهذه الشريحة.